ثلاث أكواب من عصير المانجا. أي واحد طبعاً. روان بدي أسلمك مهمة. شو هي؟ قوليني. إنه تحركي شوي. طبعاً. بدها تحريك للتوفة. هاتي طبعاً هاتي أحرك. يسعدك. بدك تحطي النشا على البارد. بدنا نحط النشا على البارد. ما هذا السؤال. 4 ملاعق كبار من النشا. رح أحكي شغلة بالنسبة لقوام المهلبية، أنا ما بدي إياه القوام يكون مع السميك، يعني أنا بدي إياه يضل معي طري. فعادي أنتوا بتشوفوا إنه النشا معكم شوي كبتر، بس هو لا، يعني أموره بتكون عنا تمام. لحظة. فهلا هون روان بدي أغلبك، بس تحركي هيك. تقول بسم الله وين راح هاي طلعت من أختي. يلا. الجبنة اللي أنا استخدمتها اليوم هي جبنة المكعبات، تمام؟ استخدمت هون 8 قطع. أنا دائماً بستخدم الجبنة الخاصة للتشيز كيك، مش متوفرة البديل إلها جبنة المكعبات، وهي طبعاً هاي الجبنة أنا استخدميتها من المراعي، طبعاً المراعي عندهم جبنة كمان مكعبات. نات رح أستخدم هون زبادي يوناني، طبعاً المراعي عندهم منتجات كثير حلوة من الزبادي اليوناني، أنا هون رح أستخدمه بنكهة المانجا حتى أخذ الطعم الطيب. هذا يعني كثير زاكي المانجا. كثير طيب. وبتاخذوا النكهة الطيبة للمانجا. هلا هيك نص علبة من الحليب المكثف المحلى. ما تخافوا ما بتطلع معكم حلوة. بتحبوا تحطوا أقل برجع لكم، بس الحلاوة هون بالوصفة جدا معتدلة، تمام؟ راح أحط هون كمان من المكونات ظرف من الكريم كراميل البودرة. والله ما شاء الله. سريع سريع. هلا هون ضفت من الكريم كراميل البودرة. امورها طيبة مع كبكبة الشيء. امور طيبة لحد الان. خلص لحد الان خلص. بتخيل نطفي؟ ايوه خلص طفي او اني عن النار. بعرفش كيف اصفيه. اوكي هلا انا بطفيه. هلا شوفوا انا وين بدي احطه. بدي احطه بهاي الكاسة حتى لما اجي اوزعه انه ما يغلبني. ايوه فهيك وتقدموها. طبعا للناس اللي بتحب الترايفل انه يكون معها هيك رخو شوي. صح. هلا رح احكي بالنسبه للكريم السائل اللي انا استخدمتها، في حال مش متوفره ممكن تستبدلوها بالكريم البودره. بتحطوا لكاسه الحليب كوب من كريمة البودره. وهلا هون رح انزل الخليط اللي عملته. شوفوا قوامه. نخلطهم مع بعض وبهيك عندي خليط الترايفل اللي راح احطه بين الطبقات صار جاهز. نخلطهم مع بعض. ممتاز. هيك بس تقليب. تصير الامور عنا تمام التمام. تمام التمام. تمام. رح احط لك كيف تجمد وسائل بنفس الوقت. اي نعم. يعني احنا بدنا بهذا القوام. رح احط كميه منيحه. لا الترايفل في ناس بتحب تستخدم السويس رول، اكيد برجع لكم، بس هون الهدف انه اي كيك زايد عندكم في البيت استخدموه. عندنا اهم شيء الاطراف. طبعا قبل نسينا انه احنا لازم نشرب الكيك بالعصير. بالعصير. فبدنا نحط هذا شاور. هذا نزقطي هذا. قال هاي هاي هي خاصة لتشريبة الكيك صراحة، جبتها من محل مستلزمات الكيك. بس الحمد لله اللي تذكرت. هلا هون بدنا نحط الخليط بهاي الطريقة. أهم شيء عنا الأطراف عشان يبين شو في عنا طبقات. يبين عنا شو في عنا طبقات. يا ممتاز. هلا هون بحط شوي من الخلطة وبوزعها. جد. هلا هون انا المانجا بدي احطها بهاي الطريقه. طبعا بما انه الايام موسم المانجا يعني ما في اطيب منها، حلوه وطعمها جد زاكي. هلا هون الفراوله حتى نعزز الفواكه. تحسيها مثل الجاتو. أيوه. المحشي فواكه. ايوه ايوه هلا خطرت ببالي. صح. حلو. بدي احط انا هاي كل الفواكه هون. هلا شو رح نعمل؟ رح ارجع احط طبقه صغيره من الكيك. احط كل هيك منظرها بجنن. صح تمام. هلا طبقه كيك ثانيه. هلا بنحط طبقه كيك، بس رح تكون عندي طبقه الكيك مش كبيره. لانه خلص الطبقه الكبيره كانت تحت، بس هي هيك الكيك اللي بضل معنا.
شوي. يعني هذا العصير رح يعطيها طعم طيب. يعني برضه نفس العصير اللي استعملناه للمهلبية من المراعي بنرجع نستعمله كمان لتشريب الكيك، صح؟ نعم لتشريب الكيك. اوكي. هلا هون أنا رح أنزل كل كمية الخلطة اللي عملتها. خلص هيك إحنا بنكون خلصنا الطبقة الأخيرة. هيك. طبعاً المقدار بيجي فت. على قد. القالب اللي استخدمته هو القالب الكبير. تمام؟ بدي أحطه هذا هيك. هون عندي المهلبية السخنة، لما تيجي تحطوها الأفضل إنها تكون معكم باردة، شوي باردة عشان ما تفوت بطبقة. ما أحلى المنظر. يا سلام.